Vale, bir bakalım. قربان مع قتح وقربون على البحر صاصي اوثي اوثي مو اوون. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبوات السجده الثانيه من سفر التثنيه لموسى النبي بركاته علينا امين. بالحفظ احفظ اوامر الرب الهك وشهاداته وحقوقه والوصايا والاوامر التي امرك بها وتصنع ما يرضيه من الخير أمام الرب إلهك ليكون لك الخير وتدخل لترث الأرض الصالحة التي حلف عنها لأبائك ليمحو جميع أعدائك من أمامك كما قال الرب الحق ويسالك ابنك غدا قائلا ما هذه الوصايا التي أمرنا بها الرب فتقول لابنك أنا كنا عبيدا لفرعون في أرض مصر فأخرجنا الرب منها بيد عزيزة وزراعا رفيعة والرب أعطى علامات وعجائب عظيمة مخوفة في أرض مصر في فرعون وجميع بيته أمامنا وأخرجنا نحن من هناك لكي يدخلنا ليعطينا الأرض التي حلف عنها أن يعطيها لآبائنا وأمرنا الرب أن نصنع جميع الوصايا ونخافه ليكون لنا الخير جميع الأيام ونحيا كمثل هذا اليوم لتكن لنا رحمة إذ فعلنا الجميع جميع أوامر الرب إلهنا كما أوصانا. مجد للثالوث الأقدس. نعم بيب يا طن كاسوتي اما ناينا اما الان فثبت من رسالة معلمنا بولس الرسول الى كورنثوس الاولى بركات علينا امين. اما الان فاثبت الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن اعظمهن المحبة فاسعوا في طلب المحبة وتغايروا في الروحانيات وبالاكثر لكي تتنبؤوا لأن الذي يتكلم باللسان ليس مع الناس يتكلم بل مع الله لأنه ليس أحد يسمعه وهو الروح يتكلم بأسرار والذي يتنبأ يتكلم مع الناس بنيانا وعزاء وطيب قلب والذي يتكلم باللسان يبني نفسه وحده والذي يتنبأ يبني الكنيسة وأريدكم كلكم أن تتكلموا بالألسن وبخاصة لكي تتنبأوا والذي يتنبأ خير أفضل من الذي يتكلم باللسان إلا أن يفسره لكي تنال الكنيسة بنيانا. والآن يا إخوتي إذا جئت إليكم وكلمتكم بالألسن أي منفعة أنفعكم بها إذا لم أكلمكم ببنيان أو بإعلان أو بنبوة أو بتعليم. وقد يعطي صوته من ليس له نفس مثل المزمار والقيصارة فإذا لم تبدل صوتهم فكيف يعلم ما يقولون أو ما يخرجونه من أصوات القيصار. ومتى صوت البوق بصوت غير معروف فمن ذا الذي يستعد للحرب والقتال. هكذا أنتم في الألسنة إذا لم يتكلم الإنسان بإعلان فكيف يعرف ما يقولونه. إنكم تكونون كمن يكلم الهواء وفي العالم أمم كثيرة لها أصوات وليس أحد بغير صوت فإذا لم أعلم قوة الصوت صرت أعجميا عند المتكلم معي ويصير المتكلم معي أعجميا عندي. كذلك أنتم أيضا لأنكم غيورين على الروحانيات لبنيان الجماعة فاطلبوا لكي تزدادوا. من أجل هذا من يتكلم باللسان فليطلب لكي يفسره لأن إذا صليت باللسان فروحي التي تصلي وقلبي بلا ثمرة. فما الذي أفعله الآن؟ أن أصلي بروحي وأصلي أيضا بضميري وأرتل بروحي وأرتل أيضا بضميري. وإلا إذا سبحت بالروح فالذي يكمل موضع آلامي فكيف يقول أمين على شكرك لأنه لا يعرف ما تقول. أما أنت فحسنا تشكر ولكن الآخر لا ينتفع. نعمة الله. أجيوس شيروس أجيوس أساناتوس أنا ساسيتون نكران كي أنيلسون يسوس رانوس إليسون يمس أجيوس أسيوس أيوس شيروس
Agios asanatos anasasiton nekron ki anelson Estos aranos eleison imes Agios asios eios esheros Agios asanatos anasasiton nekron ki anelson Estos aranos Eleison imes dosebetrikeio E ageion nematikenin ke ai Esosi onasoni onan amina getries eleison Shli eleflogite Irene Pasi Subnevmati أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطبل عيونكم لأنها تبصر أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسي من أجل إنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا هللويا هللويا مدوز ابتم فواب شين ابور بين انا ببرك ليتم بي ابن بما تتيم اسمي هللويا هللويا Sosite metavovo te o akosomento agio evangelio. Tezmaro ten jeves ni ochen avram shu sentini gom kiri af logusanak tuka tolu kanagi evangelio tu ana osma. Asikireye. Mintarati il mazamir maalim nadaud il nabi wal malik barakatu ala jamiana. Arab zakarana wa barakana baraka bayt israel. بارك بيت هارون بارك الذين يخافون الرب الصغار مع الكبار هللويا الانجيل بحسب ما كتب معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع بنفسه في وسطهم وقال السلام لكم انا هو لا تخافوا فجزعوا وخافوا وظنوا ان الذي يرونه روح فقال لهم لماذا تضطربون ولماذا تخطر افكار على قلوبكم انظروا يدي ورجلي فاني انا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال اراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا ما يؤكل أعطوه جزءا من سمكة مشوية وشهد عسل فأخذ وأكل قدامهم وأخذ الباقي وأعطاهم وقال لهم هذا هو الكلام الذي قلته لكم إذ كنت معكم إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير حينئذ فتح قلوبهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئين من أورشليم وأنتم شهود لذلك
أنا أرسلكم عليك أرسل عليكم موعد أبي فامكثوا أنتم في مدينة أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي ثم أخرجهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء أما هم فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون الله والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طرح واطس على السجدة الثانية بركاته على جميعنا أمين. كان الاثنى عشر رسولا في أورشليم ينتظرون القوة التي يرسلها لهم الرب. وحدث عند تمام عيد الخمسين أن أتى على الرسل الروح المعزي فتكلموا بلغات السمائيين ونغمة الملائكة واعترفوا بالمسيح ومجدوا قيامته. فلما كمل عيد العنصرة حل على الرسل الروح القدس المعزي روح الحق المنبثق من الآب وصنعوا آيات عظيمة وقوات في الشعب وكانوا يشهدون بعظم دالة وبكل صفة على قيامة الرب يسوع أنه قام من الأموات وسبح الله دائما أبدا آمين. هللويا 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 برسوس أفضل وأبشين وربنا نبي بارك ليتون بير مورب ربنا نبي اوتن عاوز نبي ابن وايس هو في الجنتينو نمشايني سبيل فلوجتي ادرو سبكيس داتيتي ديرني باشي ماتي سو ايضا فنسأل الله ضابط الكل اذكر يا رب رئيس ارضنا عبدك رب احفظه بسلامة وعدل وجبروت ولتخضع له كل البربر وكل الامم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخير تكلم في قلبه من اجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اعطيه ان يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس كي نعيش نحن ايضا في سيرة هادئة ونوجد ساكنين في كل تقوى وكل عفاف به هيك يا رب ارحم ايضا فلنسأل ضابط كل اب ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب نفوس عبيدك الذين ركضوا آبائنا وإخواتنا يا رب ارحم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضرة العلماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك يا رب ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل وانتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسم كل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم
فإنه ليس أحد طهرم درسه وكانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا الكمال المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا معك. فآت قديسي يا رب وارحم تنطب انتك متغاصوش بما ناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. وكما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفرسي الأرملة هكذا أيضا يا رب
نزور عبيدك اقبلها ليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات وذي الفانيات الأبديات وذي الزمانيات السمايات وذي الأرضيات بيوتهم ومخازنهم لا من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورأس ملائكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك يا رب يا رب اذكر موعود شعبك ارحمه يا رب ارحم ثبتهم في الايمان بك كل بقية عبادة الاوثان انزع من قلوبهم ناموسك وصياك وحقوقك واوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم أعطي من يعرف ثبات الكلام الذي وعظوا به في الزمان المحدد يستحق حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياه أعدهم هيكلا لروحك القدوس اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك أيها الرب إلهنا الذي أعطى السلام للناس وموهبة الروح القدس في أعمارهم اجعلنا أهلا نحن أيضا أن نحسب في ميراثك وليأتي علينا روحك القدوس الذي أرسلت على تلاميذك ورسلك في هذا اليوم الخمسين الذي صار في أفواههم وشفاههم ألسنة من نار ومن أجلهم قبلنا معرفة لاهوتك نحن جنس البشر من قبل سماعنا بأذاننا كل واحد منا بما له من اللغة وامتلأنا نورا من قبل لهيب روحك القدوس وخلصنا من ضلالة الظلمة باتحادنا بالألسن النارية المتفرقة وإحسانك الذي يفوق الطبيعة لأنك دعوتنا لما لك من الإيمان وأمنا وتكلمنا بمجد لاهوتك مع الآب والروح القدس بلاهوت واحد وسلطان واحد وبك استضأنا لأنك أنت نور الآب والشخص الذي من جوهره وطبعه الذي لا يتغير ولا يتزعزع وينبوع الحكمة أسألك أن تفتح شفتي أنا الخاطئ علمني كيف أضرع إليك بما نحتاجه لأنك أنت الذي يعرف كثرة خطاياي الجمة ولكن تحننك يغلب جهلي لأني أنا ذاب الخوف أقف قبالة لجة رحمتك وبعلم طرحت نفسي فيها دبر حياتي يا مدبر كل الخليقة بقوته وحكمته التي لا ينطق بها يا أيها البناء الهادئ الذين في العاصف أرنا الطريق الذي نسلكه وإرسل روح حكمتك على أفكاري وأعطي لجهلي فهم روحك القدوس وليكن روحك المخوف يظلل على أعمالي وليتجدد روحك المستقيم في أحشائنا ليثبت روحك القادر أفكار ليثبت روحك القادر أفكاري بدون زلل وليكن روحك الصالح يرشدنا إلى ما ينبغي لكي نستحق أن نعمل وصاياك ونذكر كل حين مجيئك لمداينة البشر بما صنعوا وإن لا ترفضنا نحن الذين دسنا بالنجاسات وجرحات هذا العالم لكن قونا فنجد رحمة أمامك أنت قلت إن الذي يسأل شيئا باسمي يناله من أجل هذا نحن الخطى نطلب إلى لاهوتك أن تعطينا ما قد وعدتنا به للخلاص نعم يا رب يا صانع كل الخيرات الغني والصالح أنت المعطي أكثر مما نطلب إليك أنت هو الرحوم المتحنن الذي بلا خطية انظر إلى شعبك المنحني لك بركبه أيها الرؤوف كن غافرا لأسامنا
اسمعنا في سمائك المقدسة وقدسنا بقوة يمينك المعطية الخلاص. استرنا بظلال جناحيك ولا تترك أعمال يديك. وإن كنا أخطأنا ليك فاغفر لنا زلاتنا واقبل إليك طلباتنا، لأن ركبنا منحنية لك. مد يدك إلينا وأعنا. اقبل طلباتنا وطلباتهم كمثل البخور المقبول أمامك أيها الرب الصالح الذي أنقذنا من كل سهم طائر في النهار. انقذنا من كل أمر يسلك في الظلمة. اقبل إليك ذبيحتنا المسائية التي هي رفع أيدينا. أنعم علينا بأن نجتاز ميدان الليل ونحن غير مجربين من الشرير. نجنا من كل قلق، كافت من كل مخافة من إبليس كائن علينا. هب لنفوسنا خشوعا واجعل اهتماما لنقف بأفكارنا أمام منبرك المرهوب. سمر خوفك في لحمنا. اقتل أعضاءنا الأرضية لنستضيء في وحدة الليل بمعينة أحكامك. وانزع عنا كل الخيالات الباطلة، كل الشهوات المؤلمة، وانهضنا في وقت الصلاة. ونحن ثابتون في أمانتك، نامون في أوامرك، لأنك أنت هو إلهنا. نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود معك أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. ليسوني ماس أوسيوس أوباتير أوبان دكراتور بان جياتريس بشوفنو تنتين جم شوبيني من، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوت التوجيه كما سمى الله. مارس أوسيوس أوباتير انصف اون مارن تيرو فوبوس انت في اري ايرون فان بايوس وفايم نوتيرون تيبن عن خنهريني نذين جبيبان دكرتو اورب شاي سيبن نوتي اوس بكساستي كيالي انصف اني ببشاي سيبن نوتي بيبان دكرتو اثيوتن بن شوي صوبن نوتي وبن ستريس اوس باخريستوس. نشكرك يا رب على كل حال، من اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك. اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعة يا رب من أجل
نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافاتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومعمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات، فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. كي ليسونا ميني مارن وشتن تتريا سثواب تفيوت نمف شيري نمبب نف مثواب نون قان لا سني اكرسه اي نص اي غرب بنتي ان اليس نص سنتانت انسي اسوى الله كاظم رحمتك. لك وحدك الشر تبرر في أقوالك وتغلب ضحكتك. صاصي أوزي أوزي ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نبوات السجدة الثالثة من سفر التثنية لموسى النبي، بركات على جميعنا امين. اتفضلوا سريع. احفظ شهر ابيب، اقم الفصح للرب الهك، لانه في شهر ابيب خرجت من ارض مصر ليلا فتذبح غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب الهك، لانه يدعى اسمه في ذلك المكان. لا تأكل فيه خميرا، كل فيه فطيرا، بل 7 أيام تصنعها، تأكل فطيرا خبز الشقاء خبزا يابسا، لأنكم بسرعة خرجتم من أرض مصر ليلا لكي تذكروا اليوم الذي خرجتم فيه من أرض مصر كل أيام حياتكم. ولا يكن عندكم خمير في جميع حدودك، ولا يرى في جميع تخومك 7 أيام، ولا يبقى شيء من اللحم الذي تذبحه مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد مدنك التي يعطيك إياها الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليدعى اسمه فيه، هناك تذبح الفصح في ذلك المكان وقت المساء عند غروب الشمس كالوقت الذي خرجت فيه من أرض مصر.
وتطبخ وتشوي اللحم وتأكل في المكان الذي يختاره له الرب إلهك، وترجع باكرا وتمضي إلى مخدعك 6 أيام تقضيها وتأكل فطيرا. وفي اليوم السابع الذي فيه خرجت هو عيد للرب إلهك، لا تصنع فيه عملا إلا ما كان ضروريا لغذاء الأنفس، أي ما خلى الأعمال الواجب للنفس عملها. 7 أسابيع كاملة تعدها لك إذا ابتدأت أن تحصد الحصاد، وتبدأ أن تحسب 7 أسابيع وتعمل عيد الأسابيع للرب إلهك على قدر ما تستطيع يدك مما أعطاه لك وكالبركة التي باركك الرب إلهك، وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في مدينتك والغريب واليتيم والأرملة التي فيكم في الموضع الذي اختاره له الرب إلهك ليدعى اسمه فيه. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، واحفظ واعمل كل الوصايا وكافة الأوامر، ورتب عيد المظال وأقمه 7 أيام. عندما تجمع أو تحمل من بيدرك ومن معصرتك وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة التي في مدنك، 7 أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب إلهك. فإذا باركك الرب إلهك في جميع غلاتك وفي سائر أعمال يديك فيكون لك الفرح 3 مرات في السنة. يحضر كل ذكر لك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره له الرب إلهك في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا تقف أمام الرب إلهك فارغا، بل كل واحد فواحد كقوة أيديكم وكالبركة التي أعطاها الرب إلهك. اجعل كل قضاة وكتبة وقواد التعليم تقيمهم عليك في جميع مدنك التي يعطيك الرب إلهك حسب أسباطك، مجدا للثالوث الأقدس. نم بابن مايث وابجاكي اقصد امون نون البولس الرسول معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنثوس الاولى بركاته علينا امين. وانا اذكر الهي لاني انطق بلسان اكثر من جميعكم، بل اريد ان اقول 5 كلمات بفهمي في الكنيسه لاعظ قوما اخرين افضل من ربوات كلام باللسان. يا اخوتي لا تكونوا اطفالا في اذهانكم بل كونوا اطفالا في الشر، واما في افهامكم فكونوا كاملين، لأنه مكتوب في الناموس أني بذوي الألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، وهكذا أيضا لم يسمعوا مني يقول الرب. فالألسنة الآن فليست موضوع علامة للمؤمنين بل لغير المؤمنين، فأما النبوات فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون أن هؤلاء قد خولتوا أو جنوا؟ وإذا تنبأوا كلهم ويدخل عليهم الغير المؤمنين أو الأميين فيوبخ من الجميع وتصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله معترفا قائلا أن الله بالحقيقة حال فيكم. يا إخوتي إذا اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له استعلان، له لغة، له تفسير، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين أو على الأكثر 3 3 وبترتيب، وليترجم واحد ولكن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليتكلم بينه وبين الله، وأما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون، ولكن إن أعلن لآخر وهو جالس فليصمت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا ولتترجموا لكي تتعلموا كلكم وتتعزوا كلكم، لأن أرواح الأنبياء تخضع للأنبياء، لأن الله ليس إله تفريق بل إله سلام وصلح كما هو كائن في جميع كنائس القديسين. لتصمت النساء في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كنا يريدن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في منازلهن، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. ألعل منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كل أحد
يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم، إنها وصايا الرب، وإن جهلها أحد فليجهل. فالآن يا إخوتي جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بالألسنة، وليكن كل شيء للبنيان والترتيب. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا جميعا. بابن وما امبارك ليتو بيطا بيزة أبو سطولوس خين بشاين دبن كوستي أبصار ميش الله أشوى Oh.
ورسله الأطهار قائلان إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر
ولذلكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلة في المقدسة بتلبط قديسك. صلوا من أجلك إنجيل المقدس يا رب رحم. نذكر أيضا يا سيدنا فللذين أمرونا وسألونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا. صلى دافيد قاللو يا ليلو يا ليلو Acusumento a Gio Evangelio. Maru Tinje Fesne Yohanivarani Shoi Sinteni Bon Kiri Flogisonic to Kata Yuanina Evangeli to Anonusma. Oxa Sekere. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل بحسب ما كتب معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. فلتسجد لك الأرض كلها وليرتلوا لك وليترنموا لاسمك، يسجد له جميع ملوك الأرض وكل الأمم تتعبد له. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما علم الرب أن يسوع أن الفريسيين قد سمعوا أن يسوع قد اتخذ له تلاميذا كثيرين ويعمد أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك عين ماء ليعقوب، وكان يسوع قد تعب من مشي الطريق فجلس هكذا على العين. وكان وقت الساعة السادسة، فجاءت امرأة من السامرة لتملأ ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا لهم طعاما. فقالت له المرأة السامرية، كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها، لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. فقالت له المرأة، يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وبنوه وماشيته؟
أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي يعطيه يصير فيه ينبع ماء يفيض حياة أبديتان. فقالت له المرأة: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأملأ ماء. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي لها هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوجون. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوجون، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، فهذا هو الذي قلته حقون. قالت له المرأة: يا سيد، أرى إنك نبيون. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن مكان السجود في أورشليم حيث يحل السجود. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لمن لا تعلمون، أما نحن فنسجد لمن نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والمجد لله دار. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طرح واطس على السجدة الثالثة من عيد العنصرة. بركاته علينا أمين. روح هو الله الآب، والذين يسجدون له ينبغي أن يسجدوا له بالروح والحق، فإنه بالسر قرر لنا موسى جوهرا واحدا للثالوث ذو 3 أقانيم، إذ يقول هكذا: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك واحد هو، وليس إله آخر سواه، فلا تسجد لآخر غيره. ولكن الذين سمعوا هذا الصوت لم يستوجبوا أن يطيقوا سر اللاهوت. من أجل هذا الوحيد الذي في حضن أبيه تجسد وأعلمنا عمق لاهوته، روح الحق المنبثق من الآب، حل على الرسل الأطهار وظهر بألسنة نار. من أجل هذا نضرع نحن صارخين قائلين: أيها الروح المعزي الذي حل على الرسل، ألق نارا في عقولنا وقلوبنا بقوتك العظيمة، وأرشد نفوسنا إلى معرفة حقوقك، لكي نقول ما يليق بالله. المجد للآب والابن والروح القدس الثالوث المساوي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور، أمين. إن اسمه إيروك جيسكي خاطوك كن جتي مومو من تيبون جيف اسمروت جيف يوتني مبشيري نم بيب نم ما يثوف تتري ياسد جي كيفون تنوش تموس تنتيون ليل فلوغيتي إيريني با أيضاً فلنسأل الله لأبضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم يا رب ارحم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نصنعها إليك أمامك أيها الرب إلهنا، وفي هذا الزمن الذي لهذه الصلاة الطاهرة الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر كل واحد منا
وتذكارهم الذي صار الآن، فليكن لهم عوض عن السور الثابت الغالب بكل مضرات الشياطين ومؤامرات الناس الأشرار. يا رب ارحم. اسجدوا لله بخوف ورعدات، نسبحك نباركك نغضمك يا رب ونسجود لك. تفضل يا معلم، تفضل يا رب ان تحفظنا في هذا اليوم غير. ونحن بغير خطيئة من ذلك وكل رحمتك علينا مستمتك. تفضلوا لسه هنكمل تاني. ما لا بقى. قدوس الله قدوس خالد الموت الذي ولد من العذر ارحمنا. قدوس الله قدوس صلب عنا ارحمنا. قدوس الله سسم قطح النظر سانا وسام نزلت يا رب ارحم. يا رب ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك سلام لك نسألك يا تبارك انا انت رسول تي برسنوس مريم سرنين اوتي برسنو زولو من عاليسيني شرب بن مريم خن في وقت صعب شوي صاوي نامن بس من ريت استوفى مفير يقول طب ريتي طب غوص انشي طابت كبير سلمز صوهي رجيشتي اورو صاوي نامن كب اورو صولو من موتي روز خن بيقو انتيني قو جتا صنيو وطايش في ريتا بوليس امي ايرو سليم اتي ميني غاري روز كن عن مشرب الشوسي جامي وكن بكسو صوصي يسود بن اروماتاش شيريني اوتي برثين سورو من عاليثيني شيريب شوشون تي بنجن سوري اكبونا امانويل ستي هواري بميوت برساتي ستن وطارين بن شاس زبك ريسو سفقان النوبين انيفون شاش من عرشي انجيلو سي او هيرات وفرم نوسم بيم تنبي بندوك راتو عرف شمشي مستر يونيتي ميكال بابي هويت غابريل بمما اصاف رافائل بابي ما شفت خطفتي بوسي تتريال سوري يل سيداكي يل ساراتي يل نمناني يل ناينشن ريفروي نسوا ابني طوفم وبريجن بيسون شيرا بين سيرافيم نيسر نصر شسر غمضة زوانا صمة سفقة غرما انسي او ودفتو ام ابرز بيتي روز خنتي اكلسين تنشور بمي سفو سيروف خنو متعطون كفو شيفو لفقو ام موز اجيو سوسيو سي شنطو الكشو او اجيو سي شيرا سفقة شسر تنمو او اجيو ساتانا توس اسمو اتك اكلير نمي امري بتنا ينم تكيري نيو ان صوف تن بكلا او يكو ابا كو اب كو اب شسر صابا دنمي كاهمي ابقن بك او نبك تايو افشان قسم بالليلو يا شرنان في او امو جاكيو سامين الليلو يا ابي اوفا بالنوتي بي سامين اريك نسخاتي انا انجلي كوني مني تمن براني يسكن نابين عني فول كيريوس بخريستوس افسود بالنفا بسطولو سيتي بتروس تمن ادرياس يوانس نم يعقوبوس بمسيلو بسيم مسيال زا سلم على سطو مس يعقوبوس الفيون سسيمنو كان النيوس تديوس نم ماتياس بابلوس نم ماكوس نم لوكاس نم سبين تيني ماتي تيسن اتاف موشين سابين سوتير ماتياس يتا شوبين شفيان ادا سموكي بني وسيبين سام وشيز ديزبوطا ابو خروشين اوي فوليجين بو مبكايتر بو ونصاجي ابو شفريك سنتي كوميني تبعي مش سياري يدون عشو سنيا توصل سبعي شسن في ماسي تسفقان نابين عن يفور ماركوس بي ابو صولو سوو بي افانجيليس تيس بي متريخاني ام كافن تبعي منغين يسنو تي اكي اكي رن يرن هيتين بك افانجيليا ناكي سبت ويوس شيرين دم ابن ماي سوو اكن تنفون خيني بكاكي اخوني بي اويني مي اكتمور كمامور تي افكون اختف سيفول خيني دبي
كريكيتين جنيفي لطيب كايو ونساجي أفرش ورستي كوميني شيري ناكو مارتيوس شيري بي فانجيليستيس شيري بي أبوستولوس أف ماركوس بي ثيوري موس شسيري يقوم شيرا مسانجيليس ماركوس بي أبوستولوس أف كان بينا نيفوس شفن رب أبوك يفول جيفيثو أب جيورجيو سيربيش بن أورونا نوموس هي افتيها بفميني باشر بلوغي سسزيب ناتي ستانا زيتو نشانا غبي يكون بارا بكريسوس رسالين نم دافيد جفكو تيرون جينيس نصير على خين فرانيسوس بنيتو تشيم باتشي مفشيش نمو انا شغل بابي طيوم شسوار غارجي يسر بخصوص الشيني مكان يولي سلمي تيدبي شيري ناكو مارتيوس شيري بتشيرين جنيوس شيري بياسو بورس باشو سبور غيرغيوس دمي مش سيري يقبل نصو بارا سمارتي رسا شسوار غارجي يسو كان نابي ناني بور سبين تو ارسم سي مكون خيني ماتشو سي يتارين خيتو مشو سبين تو تو كو ستيوم بارتين وسم سي نوين ماتي هم بيت اري مس من ستير ناقا سسوار ناقي سيبال هارون سيمنا تبيريني شيري نيوتي بارتين سورو من علي ثيني شيري بشوشون تي بنجين سر يقبل امانويل كان انه بيناني بوتين شي سي مناظم كان من نور الحقيقه وانا ما قد كانت اضرقت حقيقه نؤمن باله واحد الله الاب Ten guste bolcha ten de anavazi ni elef maud ne bionchen te biones ne yuamin Evenoti ونسجد لك الأب والابن
والابن والروح القدس لله الواحد امين. الينبوع الفائض كل حين ان المعطي النور والمنح الحياة القوة الخالقة والذاتية مع الآب الذي أكمل التدبير من قبل صلاحي من أجل خلاص جنس البشر. أيها المسيح إلهنا الذي حل وسقط الموت وسحق متاريس الجحيم وداس كل الأرواح الشريرة الذي أصعد ذات وحدة مثل حملا بلا عيب على الصليب وسلم ذاته عنا حتى ينقذنا من الخطية وأنعمت لنا بالحياة الأبدية بحكمتك الإلهية وقوتك سابيت إبليس وشياطينه الرديء اكتذبته وحصرته في شبكتك وربطته بساقات الظلمة الخارجية وأغلقت عليه بقوتك المنيعة. يا ابن الله الحقيقي الصالح السميع للذين في التجارب أنت أضأت للجلوس في الظلمة ظلال الموت. يا رب لك المجد غير الفيل غير الفاني اسمعنا إذ ندعوك واعطي نياحا لأنفس عبيدك أولئك الذين سبق رقادهم أبائنا وأخواتنا الجزدانيين وكل الذين سلفوا تنيحوا في الإيمان المستقيم الذين نذكرهم والذين لم نذكرهم الآن لأن لك العزة وكل شيء في يديك. أيها الرب الإله تحنن بمراحمك الكثيرة على عبيدك الأحياء والأموات يا خالق كل الطبائع البشرية لأنك كونتها مما لم تكن وأيضا أنت الذي تعطي كينونة للإنسان فيحيا وتأتي عليه بالموت بسلطان الذي جعل على شوكة الموت ضربة لكي لا يجعل له سلطانا على المؤمنين به والذين يرجون القيامة. هذا الذي في هذا اليوم العظيم الذي وعيد الخمسين أعلمتنا بكمال سر الثالوث القدوس المساوي غير المفترق وغير المتغير من قبل إفاضة روحك القدوس علينا مثل ألسنة نار قسمتها على رسلك القديسين وجعلتهم مبشرين بالأمانة ذات التقوى وبكلامك الإلهي الذي علمتهم إياه نضرع إليك أن تقبل الباطنة في هذا اليوم المقدس الذي هو كمال كل شيء من أجلنا. اسمعنا نحن عبيدك المذلولين إذ نطلب إليك أن تنيح أنفس المسيحيين الأرثوذكسيين الطالبين إليك من أجلهم رقدوا والذين وجازوا من ها هنا إلى هناك لكي يتنيحوا مستريحين في موضع بروداتنا الموضع الذي هرب منه وجع القلب والكآبة والتنهد لتكن نفوسهم في مظل النور واجعلهم مستحقين الغفران والسلامة. نحن الأحياء نسبحك ونبتهل إليك ونتقدم لك هذه الصلوات وهذه الذبائح من أجل نفوسنا. اللهم العظيم الأبدي القدوس المحب للبشر الذي جعلنا مستحقين أن نقف في هذه الساعة من مجدك غير المقترب إليه لكي نسبح ونبارك عجائبك اغفر لنا نحن عبيدك الغير مستحقين وأعط نعمة للذين يقدمون لك من غير أن يروك ويسبحونك في قلوبهم بتسبحة الثلاثة التقديسات يشكرونك على نعمتك العظيمة بالتي صنعتها معنا يا رب وأنت صانعها كل حين. أذكر يا رب ضعفنا ولا تهلكنا بآثامنا لكن أولنا عظم رحمتك تلقاء ضعفنا وانزع عنا ظلمة الخطية لكي نسعى في مال النهار ونلبس أسلحة النور لنكمل بغير عثرة ونصنع لك كل شيء بدالة كما سرت ذي الطوبة الحقيقي المحب البشر الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يا ملك وزرتك ومشيتك كما في السماء كذلك أرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم مغفر لنا ذنوبنا ملك وما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا استريح يا مالك. نعم المسيح يسوع ربنا لك ملك القوة والمجد أبد أمين. تفضلوا استريح. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. يوم عظيم أحبائي، يوم عيد العنصرة، حلول الروح القدس. وزي ما عاشت الكنيسة النهاردة من الصبح القداس الإلهي بالطقس الجميل بتاعه والصلوات الحلوة والألحان المعزية، وشفنا تهليل الكنيسة في اللحن الرائع بيض نظمة اللي هو الروح القدس لما حل على التلاميذ طفقوا يتكلمون بألسنة وأعطى كل واحد ألسنة منقسمة كما من نار، ولكأن الكنيسة يعني عاجز عليها انها ما تحتفلش كتير يوم كامل بالروح القدس، فعملت لنا كمان صلاة السجدة عشان نتجمع تاني بالليل واحنا فرحانين بالروح القدس، وكأننا بنقول له طالما عيد العنصرة هو عيد كمال التدبير يبقى نديلك اليوم بنهاره وليله عشان الروح القدس يتعهد حياتنا ويتعهد أمورنا وعمرنا كله من الميلاد وإلى النهاية، يعني من الصباح إلى المساء روح الله يتعهد حياتنا كلها. إذا ابتدينا بالمعمودية وانتهينا بالصلاة على الراقدين ربنا يديكم العمر، فيبقى الروح القدس يتعهد المسيرة كلها. حقيقة الكلام عن الروح القدس كلام كتير خالص خالص، لكن أنا عايز أخد بس اتجاه واحد عن الروح القدس، وهو الروح القدس روح الوحدة. اتقر علينا في هذا اليوم أو هذا المساء ثلاث أناجيل، الإنجيل بتاع السجدة الأولى من يوحنا 17، وإنجيل بتاع السجدة الثانية من لوقا 24، وإنجيل السجدة الثالثة من يوحنا 4 اللي هو إنجيل المرأة السامرية. يوحنا 17 ده صلاة يسوع الشفاعية، إصحاح كامل بيكلم فيه ربنا، بيكلم الآب بتضرع عجيب يعني. ولوقا 24 السجدة الثانية بيكلم عن ظهور ربنا يسوع المسيح للتلاميذ وطلبوا منهم حاجة يأكلها وأكل فعلا سمك مشوي وعسل نحل. وإنجيل الخدمة السجدة الثالثة السامرية لما ربنا بيقول لها الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجد. في يوحنا 17 إنجيل السجدة الأولى، إنجيل السجدة الأولى، ربنا يسوع المسيح أكتر من ثلاث مرات وهو بيكلم الآب ويطلب لأجل الوحدة في التلاميذ والوحدة في شعبه اللي بيؤمنوا بكرازة التلاميذ. هقرأ لكم الآيات سريعا كده وتشوفوا قد إيه موضوع الوحدة ده شغل ربنا يسوع. يعني ربنا بيقول له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، وبعدين ابتدى يقول كده هؤلاء حفظوا كلامك وقد علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، علموا أني خرجت من عندك آمنوا، من أجل ذلك أسأل كل ما لي فهو لك، أنا ممجد فيهم. أنا بعد كده أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. خد بالك عد ورايا، احفظهم في اسمك ليكونوا ايه؟ واحدا كما نحن، بيشاور على التلاميذ عشان يبقوا واحد زي ما انا وانت واحد. عايزك تتخيل مستوى الوحدة اللي ربنا يسوع المسيح عايز تلاميذه يكونوا عليها، زي ما هو واحد في الآب او هو والآب واحد، برضو عايز تلاميذه يكون ايه؟ يكونوا هم كمان واحد. بعد كده بيتكلم برضو وربنا بيقول كده برضو ليسوا من العالم كما أني لست من العالم، كلامك حق هو، لأجل مقدس أنا ذاتي
ليكونوا مقدسين في الحق. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، مش بقى التلاميذ بس، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني الشعوب اللي هتآمن بالكرازة وإحنا منهم، بسأل ليكون الجميع واحدا. تاني، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك. يبقى الأول طلب لأجل التلاميذ يكون واحد كما هو واحد مع الأب، وبعدين طلب لأجل الذين يؤمنون بكرازة التلاميذ عشان يكونوا برضه واحد زي ما هو في الأب والأب إيه؟ والأب فيه. مرة تانية، يبقى يطلب الوحدة من أجل تلاميذه، والوحدة من أجل إيه؟ شعبه كله، الكنيسة كلها، وحدة على مستوى وحدته مع مين؟ مع الأب. كلام عجيب. وبعدين يقول كمان ليكونهم أيضا واحدا فينا، وأضاف حتة رهيبة، يقول له ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ليؤمن العالم أنك أرسلتني، أضاف حتة إنه الوحدة تكون سبب إيمان العالم. الوحدة تكون سبب إيمان العالم، مهمة خالص الحتة دي. وبعد كده يقول أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن أيضا واحد. إدانا مجد، أنه مجد بقى؟ يقول له المجد الذي أعطيتني. يا مينه؟ عشان يدينا المجد للآب الدهوله، يبقى على مستوى نفس مستوى الوحدة وعلى نفس مستوى المجد ربنا بيرفعنا. أصله يقول ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. تاني، أنا فيهم وأنت فيا ليكونهم أيضا مكملين إلى واحد. واحد واحد واحد، إيه يا رب الحكاية؟ إيه حكاية الوحدة اللي أنت بتتكلم عليها ديت؟ في الحقيقة أحبائي، ربنا يسوع المسيح بيعيد صياغة العلاقة اللي كانت بين الإنسان وبين ربنا، وفقدها الإنسان بالسقوط. ده مضمون كله. عشان كده بيقولوا إنه يوحنا 17 ده، إذا كان إنجيل معلمنا يوحنا قدس أقداس العهد الجديد، فيوحنا 17 هو قدس أقداس إنجيل معلمنا يوحنا. يعني اللي عايز يعرف التدبير الخلاصي، عايز يعرف ربنا حابب يدينا إيه، فيقرأ يوحنا 17. شوف قد إيه المسيح طلب بالتضرع، طلب بلجاجة، طلب بإلحاح شديد على الآب، انه يدينا المجد ويدينا الوحدة، علشان من ناحية نتمتع نحن بالعلاقة القديمة الاصيلة اللي كانت بين الانسان وبين ربنا، وكانت في فكرة الله لما خلق الانسان، وفي نفس الوقت عشان ربنا يخلي الكنيسة المسيحية جسده الواحد، ولما العالم يشوف فيها هذه الوحدة. وحناخد يعني ايه الوحدة دلوقتي، لما العالم يشوف فيها هذه الوحدة يقدر يؤمن بالمسيح. لأن العالم أحبائي ما يعرفش الوحدة، العالم ما يعرفش الوحدة، العالم منقسم على ذاته، منقسم على ذاته. النهاردة فكروا كده، شوفوا السياسيين قد إيه منقسمين على ذاتهم، حتى أتباع الدين الواحد برة شوفوا قد إيه منقسمين على ذواتهم. حتى الدول اللي يقولوا احنا النهاردة رابطة معينة ولا اتحاد معين، تعالي بس خلي دولة في النص كده تمشي شمال ولا يمين، يروح مطلعينها برة. العالم مش قادر يكون واحد، عشان كده العالم تعبان. بتمزعوا المادية، وبتمزعوا الشهوات، وبتمزعوا الكبرياء، بتمزعوا الخطايا بكل انواعها، بيمزعوا الخوف، بيمزعوا استعبادهم لشهوات عديدة. فالعالم بيتعطش ان هو يشوف طريق يعلمه الوحدة. فربنا بيقول انا حطيت في الكنيسة هذا التدبير، ان العالم يشوف كيان موجود على الارض صحيح، ولكن فيه وحدة صنعها الله اللي في السماء. فيقول اذا نستطيع ان نكون واحد اذا نظرنا الى الكنيسة ورأينا الكنيسة واحدة واللي فيها واحد. احنا ساعتها نقول فعلا الكيان ده فيه قدرة غير عادية، قدرة من خارج هذا العالم، قدرة معجزية صنعت الوحدة، فيؤمن العالم برسالة المسيح.
ولما يؤمن العالم برسالة المسيح خلاص يبقى العالم يخلص هو أيضا ويتحقق كلام المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. عشان كده بعد ما المسيح قال كده أحبائي قال للآب بأسى بأسى، يعني أنا شخصيا كل ما أوصل للآية دي أتأثر خالص. بيقول له أيها الآب البار أو يا أبتي البار العالم لم يعرفك، العالم مش عارفك. طب هو العالم مش عارفك، طب هنسكت هنفرح احنا واحنا كيان صغير اسمه الكنيسة المسيحية، هنفرح احنا واحنا بنعرف ربنا والعالم محروم من هذه النعم؟ اوعوا تكونوا مفكرين ان المسيح لما بيقول ايها الاب البار العالم لم يعرفك، اوعوا تكونوا مفكرين ان المسيح يعني فرحان وهو بيقولها او شمتان في العالم وهو بيقولها. ده المسيح بيقولها وقلبه كله اسى، لانه خلق العالم كله، خلق العالم كله. وما يفرحش ربنا ولا يريحه انه ينجح ابليس انه يمزع العالم اللي ربنا خلقه. فبيقول له ايها الاب البار العالم لم يعرفك. اسرائيل القديم احبائي فشل ان هو يوصل كلام ربنا للعالم. ربنا قال لهم انا هوحدكم وهعتبركم كلكم كرمة وهتعامل معاكم ككرمة، الكرمة تلم أغصانها وتلم أوراقها وتلم ثمارها، واعتبرهم ربنا كرمة. وقال حتى كرمة من مصر نقلت وقلعت أمم وغرستها. كان عايز إيه ربنا من الموضوع ده؟ كان عايز ربنا يوضح للعالم إن ممكن يكون في مجموعة من البشر يخلق ربنا فيهم الوحدة والناس تشوف فيهم بصمات إلهية غير عادية فيعرفوا ان ربنا موجود هنا فيؤمنوا بربنا. اسرائيل فشلت فعبر التدبير الى الكنيسة المسيحية، ومطلوب من الكنيسة المسيحية ان تعيش ايه؟ ان تعيش هذه الوحدة. ايه ربنا هيخدم الوحدة؟ ايه علاقة ده بالروح القدس؟ ببساطة بقى شوف ربنا يقول للاب ايه الاية الرابعة اللي قريتها لكم. قال له انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، لانه التدبير ده تدبير مجيد. اديتهم ازاي يا رب المجد؟ انت عشت مع التلاميذ وخدمتهم وبعدين مت على الصليب وديك مروح السماء، طب ازاي هتدينا المجد؟ طب ازاي هتكون فينا زي ما انت في الاب؟ طب ازاي بتقول للاب عرفتهم باسمك وسأعرفهم؟ طب هتعرفنا ازاي؟ هتعرفنا ازاي؟ ازاي هنحب بعضنا زي ما انت حبتنا؟ ازاي ازاي هنقرب لبعض زي ما انت عايز وانت بتسيبنا ورايح السماء؟ فالحقيقة المسيح عمل ده بتدبيرين غاية في الروعة. التدبير الاولاني تعليم ما قبل الصليب، والتدبير الثاني وصية ما قبل الصعود. تعليم ما قبل الصليب، والتدبير الثاني ايه؟ وصية ما قبل الصعود. قبل الصليب قال ايه المسيح؟ شوفوا بقى حبة ايات عن الروح القدس. قال لهم اول حاجة خير لكم ان انطلق، يعني اصعد، ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. طب مين هو المعزي؟ متى جاء ذاك يرشدكم الى جميع الحق؟ ذاك يمجدني لانه يأخذ مما لي ويخبركم. ان صعدت او ان ذهبت ارسله اليكم، يشهد لي من عند الاب ينبثق، لا اترككم يتامى، انا هاتي اليكم. طب ازاي؟ وبعدين متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة؟ لو حطينا دي كلها احبائي جنب بعضها هنفهم كده ان الروح القدس هو اللي هياخد مسؤولية ان ينفذ ويحقق طلبة المسيح اللي في يوحنا 17 دي. المسيح هيدينا المجد، يجيب لنا المجد مين؟ يجيب لنا المجد الروح القدس لما ينقل لنا كل ما للمسيح، لما يعلمنا كل ما للمسيح، لما يعلمنا خلاص المسيح وصفات المسيح وتعليم المسيح وكل وعود المسيح، الروح القدس يدينا ده كله. طب العالم هيتغير ازاي؟ يقول لك حتى العالم انا هشتغل فيه، هيبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة عشان يصنع الوحدة في الكنيسة. ولما العالم يتبكت وهو شايف الكنيسة واحدة
العالم نفسه ايه يؤمن بالمسيح. ودينا شفنا كده علامات بسيطة بس في الشهور اللي فاتت، شفنا العالم قال ايه لما الروح القدس عمل في الكنيسة، والكل كان بيترقب انه الكنيسة دي بعد نياحة سيدنا البابا الانبا شنودة، الكل كان متخيل ان الكنيسة خلاص وقعت والكبير بتاعها راح وحنشوف الكيان ده كل واحد في ناحية، الاساقفة هياكلوا في بعض والكهنة هياكلوا في بعض والشعب هيتشتت. ايه اللي حصل يا احبائي؟ اللي حصل العكس تماما، العكس تماما. وقدمت الكنيسة اروع نموذج للوحدة، لدرجة ان هم قالوا يا ريت انه اللي حصل في الكنيسة ده يحصل فين؟ يحصل في مصر، مصر اللي عمالة النهاردة كل طرف في ناحية. ليه؟ الكنيسة فيها الروح القدس، وابتدينا نصلي كده وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. ودي كانت الآيات اللي سيدنا الأنبا باخوميوس قاعد يقولها، ها في كل عظة يتكلم عنها وفي كل قداس صلاه كان يقول الطلبة دي بتاعة القداس الغرغوري. أتاري الوحدانية أحبائي عملت إيه؟ خلت الروح القدس يعمل في الكنيسة، فوحد الكنيسة، فوحد الفكر. وبصينا لقينا اللي كنا نعرف ان هما ليهم اراء او ليهم افكار او ليهم تطلعات، كل دول سكتوا خالص 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 خالص، ورضي الجميع بايه؟ باختيار الروح القدس. ده نموذج، ده نموذج. يبقى اول حاجة عملها المسيح ان هو ايه؟ علم قبل الصليب انه لازم التلاميذ ينتظروا الروح القدس، لان الروح القدس هيصنع الوحدة، والوحدة دي هو التدبير اللي هيجيب مجد المسيح وهيشهد للمسيح، وهو التدبير اللي هيقنع العالم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قبل الصعود. قبل الصعود التلاميذ طبعا لما صعد المسيح، لما قريته النهاردة السجدة الثانية رؤى 24، لما أصعد عنهم المسيح سجدوا وفرحوا. ايه؟ حد عرف فرحوا ايه؟ فرحا شكله ايه؟ فرحوا فرحا عظيما. ليه يا جماعة فرحانين؟ ده هيتاخد منكم. يقول لك لا انت مش فاهم، هو مش هيتاخد مننا، لانه هيبعت الروح القدس ويعوضنا هذا الغياب، اذا جاز ان نسميه غيابا بالجسد، لكن هو معنا وقال انا معكم كل الايام والى انقضاء العالم. فمعنا بالروح القدس، هم فرحانين، قالوا خلاص احنا اتعرفنا عن الاب من كتابات العهد القديم، وتعرفنا عن الابن هو معنا متجسد. الا يشتاق القلب ان يتعرف على الروح القدس؟ فتبقى البشرية عرفت الثالوث الأقدس كله. فرح التلاميذ، قالوا احنا هناخد خبرة تاني، هناخد خبرة ايه؟ سكنة الروح القدس فينا. اللي عمل المسيح قبل الصعود بقى قال لهم ايه؟ لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، وبعد ما تاخدوا هذه القوة تكونون لي شهودا. فين؟ في أورشليم وفي اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. عمل التلاميذ أحبائي، لما تاخد بالك من اخر آية في الاصحاح الاولاني اللي هي اعمال 1:14، وبعد ما قال اسماء التلاميذ قال هؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع مريم ام يسوع واخوته. ايه اللي حصل؟ هو لسه الروح القدس محلش، بس اما قال لهم المسيح اوعوا تسيبوا اورشليم لغاية ما تاخدوا القوة، قال لهم وعدهم بقوة هياخدوها، ولما هياخدوها هيبقوا ايه؟ هيبقوا شهود. كانش ممكن يكونوا التلاميذ شهود من غير الوحدة، وما كانش ممكن يكونوا واحد الا بالروح القدس. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا احنا ما ينفعش نكون كل واحد في ناحية ونقول له يا روح الله تعالى، ما ينفعش. ما ينفعش كنيسة تكون عايزة تتعزى من عند ربنا وهي كنيسة منقسمة على ذاتها. فاجتمع التلاميذ بنفس واحدة، اجتمعت الكنيسة بنفس واحدة، وقعدوا يواظبوا على الطلبة. وخد بالك المسيح ما قال لهمش هبعت لكم الروح القدس بعد 10 أيام، ما قالش كده، وإلا يبقى اجتماعهم تمثيل. قال لهم ما تسيبوش أورشليم، قالوا بس خلاص يبقى احنا نقعد في اورشليم. طب نقعد نعمل ايه؟ نقعد نصلي بروح واحد وقلب واحد وفكر واحد. لما الكنيسة
كرست الوحدة حل الروح القدس. يقولوا بينما هم مجتمعون حل الروح القدس وسمعوا بقى صوت كما من هبوب ريح عظيمة وجات الألسنة وانطلقت الكنيسة بالمواهب وتمت الكرازة وتعرف العالم على المسيح روح الوحدة. عشان كده تلاحظ حوالي 6-7 مرات في سفر أعمال الرسل فكرة كده الروح الواحد والفكر الواحد والنفس الواحدة يتناولون طعام الابتهاج بنفس واحدة ويواظبون على الصلاة والطلبة وكل ده بالروح الواحد والفكر الواحد. حتى لما جت الكنيسة تاخد قرار بخصوص الراجعين من الأمم في أعمال 15 يقول معلمنا يعقوب الأسقف بتاع أورشليم أول واحد أسقف في أورشليم يقول لهم قد رأى الروح القدس ونحن يا انتوا قدرتوا قد كده تتجمعوا التجميعة الحلوة دي بحيث ان الروح القدس يشوف زي ما انتوا تشوفوا. ايوه ما هو دي الوحدة رأينا الروح القدس ونحن ورأينا وقد اجتمعنا بنفس واحدة ان نرسل الى الامم ونقول لهم ان لا يثقل على الراجعين الى اخر هذا الكلام. ايه فكرة روح واحد فكر واحد؟ ده عمل الروح القدس احبائي، ده الروح القدس. عشان كده احبائي لو الكنيسة عايزة تقنع العالم بالمسيح لابد انها تكون كنيسة موحدة. لابد انها تكون كنيسة موحدة، كنيسة مسكينة وشعبها مظلوم اللي فيها انقسام على ذاتها. تخيلوا كده لو في كنيسة الاباء خبطين في بعض والشمامسة خبطين في بعض والشمس خبطين في الاباء والشعب بيكره بعضه والشعب بيكره الاباء والاباء بيدسين على الشعب والشمس بيحتقر الشعب والخدام بيحتقر اولادهم ومحدش عارف يكلم حد في كنيسة، يبقى اسمها كنيسة؟ تيجي منين دي يعني؟ تبقى كنيسة ازاي يعني؟ تبقى كنيسة ازاي؟ ما تبقاش ابدا الايقونة الحلوة اللي المسيح عايزها. طب تعالى ايه ننزل شوية بالتشبيه. تخيل معايا بيت مسيحي، ها مكتوب على الشقة استاذ فلان الفلاني والاب مثلا اسمه جرجس ولا حنة ولا اي حاجة كده، يعني اسم مسيحي ايه؟ مسيحي صرف. والمدام اسمها مسيحي صرف، تقول سارة تقول جميانة تقول اي حاجة يعني. والولاد بقى اسم الصليب يعني بنيامين على 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 ابراهيم على اسحاق على يعقوب على على جرجس على بؤطر، يعني القصة ايه؟ والصليب قد كده في الايد والمدام خارجة الشغل الصبح الصليب قد كده في صدرها، يعني كده حاجة مسيحيين مش كده؟ طب بعدين يخش علينا الليل تلاقي قذائف طالعة من الشبابيك والبلكونات، شتايم على صراخ على زعيق على ده على ده على ده، ليلة الراجل يزعق وليلة الست تزعق وليلة العيال يخبطوا في بعض وليلة واد يشتم ابوه وليلة الاب يكسر مش عارف ايه. ايه رأيكم في القصة دي؟ وإلا بقى لو كمان البوليس جه وبقت فضايح الناس بتقول ايه؟ وبعدين يشوفونا ايه بقى؟ يوم الحد رايحين الكنيس ويوم حد الزعف واخدين الزعف ورايحين الكنيس، يا سلام. وبعد ما الخناقه تهمد يوم شغالين القداس ومعلين الصوت كما لو كان خلاص يعني احنا بقينا قديس. ايه رايكم في البيت ده؟ البيت ده يقنع الجيران ان احنا فينا حاجه غريبه عنهم؟ البيت ده يقنع الجيران ان ربنا اشتغل معانا؟ ربنا اشتغل فينا في طبايعنا في حياتنا؟ اوعى تقول كده، يبقى انت كده قصرت مع نفسك، انت كده طردت الروح القدس وخليت الروح القدس مش شغال معاك فمش بيوحدك، وفي الوقت نفسه يبقى فشلت في انك تقنع الجيران، مش هقول العالم بقى، انك تقنع الجيران ان المسيح عمل فيك حاجة. اتاري احبائي لما المسيح بيطلب الوحدة مش بيطلب وحدة غريبة عننا، مش بيطلب عشان الشعب اللي انت مش واخد بالك منه، مش بيطلب عشان ناس انت مش ضمنهم، لا ده بيطلب ان الروح القدس لما يعمل فيكم هيخلي كل واحد فينا واحد وكل أسرة فينا واحد وكل كيان ومنظومة بتجمعنا واحد وكل كنيسة واحد وكل الكنايس واحد، فالعالم يشوف فينا ايه؟ المسيح الواحد. هو في كم مسيح بنعبده يا جماعة؟ مسيح واحد.
والمسيح ده بيتقسم. حتى بولس الرسول قال هل انقسم المسيح؟ لا. في الانجليزي يقول لك ايه؟ Christ cannot be divided. يعني المسيح ما يتقسمش. فما تقعدش تقول انا وانا وانا وانا. هذه فكرة الوحدة. طب نعمل ايه عشان اخلص يعني الموضوع؟ نعمل ايه؟ اقول لكم حاجة حلوة خالص. في مزمور جميل قوي لداود، المزمور 132، بيقول كده: هو ذا ما احلى وما اجمل، ها، او ما احسن ان يسكن الاخ. حافظين شطار؟ طب من فمكم ادينكم بقى. ما احلى وما احسن ان يجتمع الاخوة معا، مثل الطيب النازل على الرأس، على اللحية، على جبة قميص هارون، الى اسفل الرجلين. هناك امر الرب بالبركة حياة الى الابد. انا هروح ايه؟ هناك امر الرب بالبركة، والبركة هي حياة ابدية. هناك اين يا رب؟ اين يا رب؟ واحد عمل لي كده ولا واحد عملت؟ لا، مش في السماء. هناك، مين قالت في هذا البيت؟ برافو. هناك حيث اجتمع الاخوة معا، حيث سكن الاخوة معا، حيث ايه؟ الوحدة. امر الرب بالبركة. مفيش وحدة مفيش بركة، مفيش بركة مفيش حياة ابدية. كنيسة راحت واخدة هذا المزمور الجميل وعملته كده ارباع في زوكسولوجية باكر. بنقولها في باكر، نكون سهرانين كده ليلة كيهك ولا حاجة، ويطلع علينا النهار، نصلي بعد ما نخلص السهرة، نصلي مزامير باكر، وبعدين ناخد زوكسولوجية باكر، وبعدين نرفع بخور باكر، نخش على القداس. بتقول كده: ها ما هو الحلو وما هو الحسن إلا اتفاق إخوة ساكنين معا. ده المزمور، متفقين بمحبة أخوية إنجيلية كمثل الرسل، مثل الطيب النازل على الرأس، النازل على اللحية، إلى أسفل الرجلين، يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدان. مين هم دول يا عم؟ يقول لك: هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قيصارة، مسبحين الله كل حين بترانيم ومزامير وتسابيح روحية النهار والليل بقلب لا يسكت. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ كنيسة عايزانا احبائي نكون اوتار، اوتار في قيصارة، وهذه القيصارة يعزف عليها مين؟ قولوا مين؟ الروح القدس. قيصارة في يد عازف ماهر، الروح القدس يضرب على القيثارة دي، يعمل بيها سيمفونية، يعمل بيها سيمفونية. أوتار القيثارة، أوتار القيثارة لها مواصفات. أولا ما فيش وتر زي التاني، والوتر ده يضرب نغمة واللي تحت يضرب نغمة، والوتر يطوع العازف، مش يضرب ضوء يديله الله، يضرب الفا يديله الصو، مش عارف ولا لا، مفيش. هو زي ما العازف يضرب يديله النغمه، ولما يضرب في اول الوتر غير نصه غير اخره، ولما يضرب وهو الوتر حر غير لما يضرب وهو دايس على الوتر بصباعه. مش كده ولا انا غلطان يا جماعه الموسيقى؟ احنا عايزين نكون كلنا اوتار، اوتار في هذه القيثارة. عارفين ده معناه ايه يا احبائي؟ ده معناه الطاعه للروح القدس، ده معناه الاتضاع بعضنا لبعض، ده معناه ان احنا كلنا عارفين ان لينا دور في هذه القيثارة. ممكن يكون في معزوفة او سيمفونية في وتر معين في القيثارة لا يستخدم تحت يد العازف الا مرة واحدة. يا ترى الوتر ده ينط يقول ماليش دعوة انت ما ضربتش عليا ليه؟ حط ايده في وسطه زي كده ويقول له مش هشتغل عشان انت استخدمتني مرة واحدة؟ مش هينفع، مش هديك النغمة اللي انت عايزها. لا، الوتر خاضع ومطيع، يقول لك هو بيضرب عليا مرة واحدة، بس المرة الواحدة دي ليها لازمة في السيمفونية. مش كده؟ تقولش ما استخدمنيش، ما تقولش ما عملنيش، ما تقولش ما اشتغلش معايا. اتاري احبائي كلنا محتاجين نكون واحد
واحد أوتار في قشارة الروح القدس. يعمل ايه بقى؟ ترجم الكلام ده بصورة عملية. تلاقي الكنيسة فيها الوحدة، أباء كهنة، شمامسة، خدام، معلم، مجلس إداريين، عمال، موظفين، شعب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه الكيان الحلو ده؟ الناس احبائي بيخشوا الكنيسة يتعجبوا لما بيلاقوا قداس. ايه اللي حصل؟ ايه الجماعة دول؟ ايه المردات الجميلة دي؟ ايه التناغم في الاصوات ده؟ ايه الناس اللي عارفة دورها كويس قوي ده؟ يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه النظام الجميل ده؟ ما دي قيصارة بنعزف عليها سيمفونية جميلة. انما بقى لو الكيان ده مخبط في بعضه مش هيقدر يكون هذه السيمفونية الجميلة. عشان كده احبائي احنا بنصلي لاجل روح الوحدة يحل على الكنيسة، يملاها، واحنا من ناحيتنا نكرس الوحدة على مستوانا الشخصي، يعني نقرب لبعض، نحب بعض، نتفاهم مع بعض، نتواضع لبعض، نتنازل لبعض. ما تقولش كرامتي وكرامتك، ما تقولش خد مني وما خدتش مني، ما تقولش علت صوتها عليا، ما تقوليش هو اصله دايس على. اوعي تقول الكلام ده. في هدوء الحب وفي وداعة المحبة وفي السلوك الهادي المحب هنقدم صورة يعني رائعة للكيان اللي حابب الوحدة وبيكرس الوحدة، فيبتهج روح الله ويجي روح الله كده وإيه ويعمل فينا في هدوء ويعطينا فعلا الوحدة. هاخد معاكم ثلاث كلمات في دقيقة واحدة، ثلاث جمل يلخصوا لك القصة دي كلها. لو انت عايز الروح القدس يوحد كيانك ويوحد بيتك ويوحد كنيستك ويوحد الكنايس كلها، احنا محتاجين لثلاث عبارات. العبارة الاولى لا تحزنوا روح الله القدوس، احفظوهم. العبارة الثانية لا تطفئوا الروح. والعبارة الثالثة دعوا الروح يملأكم. ثلاث عبارات: لا تحزنوا روح الله القدوس، العبارة الثانية لا تطفئوا الروح، العبارة الثالثة ايه؟ دعوا الروح يملأكم. هكمل جملة على الجملة الاولى والثانية والثالثة. لا تحزنوا روح الله بالخطية، بس فرحوا بايه؟ بالتوبة على طول. لا تحزنوا بالخطية، فرحوا بالتوبة. العبارة الثانية: لا تطفئوا روح الله القدوس بكسلك وتراخيك وتهاونك، بل اشعله بالعمل الروحي، اشعله بالصلاة، بالانجيل المفتوح، بالخدمة، بالخلوة، بالقرايات، بالحياة الروحية الرائعة. روح القدس يشتعل فيك وتحرك فيك بحرية، وفي بيتك بحرية، وفي كنيستك بحرية. في ناس تخش كنيسة تلاقي قداس يقول لك ايه ده؟ امتى يخلص؟ تخش كنيسة تاني قداس تاني ياه، يمسك ابونا يقول له ابونا انت ليه نزلتنا من السماء يا ابونا؟ احنا كنا في السماء. ايه اللي فرق؟ اللي فرق ان ده قداس الروح القدس فيه مشتعل، لان الناس بتصلي بقلب، بتصلي بحرارة. الكلمة الثالثة كانت ايه؟ ها؟ دعوا الروح يملأكم. اللي قالها بولس الرسول: امتلئوا بالروح. دعوا الروح يملأكم. كيف يملأنا الروح؟ الروح يملأنا بالطاعة. لما تطاوع، لما تديله فرصة، لما تديله فرصة، لما تقول له ها قلبي في يديك يا رب، ها نفسي أمامك، ها بيتي أمامك، ها كنيستي تحتاجك يا روح الله القدوس. الروح القدس يملأنا. يبقى ثلاث كلمات: لا تحزنوا روح الله القدوس، لا تطفئوا الروح، لا أو دعوا الروح إيه يملأكم. لا تحزنوه بالخطية، فرحوه بالتوبة. لا تطفئوه بالكسل، فرحوه بالنشاط والغيرة والحرارة الروحية. دعوه يملأكم بإيه؟ بالطاعة. لما يحصل كده يوحد نفوسنا، يوحد بيوتنا وأسرنا، يوحد كنيستنا، يوحد الكنيسة كلها، يوحد الطوائف كلها، وساعتها المسيح يتمجد لما العالم كله يشوف أيقونة حلوة. قريت في كتاب صدقوني عبارة فزعتني،
فزعتني. قالها أب كتب هذا الكتاب، هو أب معاصر بس انتقل للسماء دلوقتي يعني. قال عبارة في جراءة غير عادية، يمكن البعض يعني يأخذ عليها يعني، لكن أنا ما عدت كده وفزعت منها، كل ما افتكرها احتار قوي. عارفين قال ايه؟ بيقول يا رب اطلب من اجل وحدة الكنيسة، اصلي واقول اذكر سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، واشعر اني كاذب. الكنيسة كاذبة اذا قالت انها كنيسة واحدة. كلام طبعا كلام غريب، مين يقدر يقول ان الكنيسة كاذبة؟ الكنيسة لا تكذب طبعا، كيان الهي. بس خد بالك، خد بالك وانت بتقول الكنيسة الواحدة، لو انت ما عندكش نشاط يخدم وحدة الكنيسة يبقى انت كذاب. دي اراء شخصية طبعا جريئة جدا جدا جدا، بس فيها شيء من المرارة اللي احنا لازم كلنا نقبله ونسعى لإيه؟ لأجل الوحدة. ها؟ نسعى لأجل الوحدة. أنا لما أقولها على المذبح أوطي على الجسد وأقول له أنت تصنع الوحدة يا رب. إمتى فعلا هنشوف الكنيسة كنيسة واحدة؟ ها؟ إمتى هنشوفها كنيسة واحدة؟ هي مقدسة وجامعة ورسولية ماشي ووحيدة حبيبة المسيح، لكن هل هي واحدة؟ ده السؤال. نصلي من أجل روح الوحدة يملأ الكنيسة، يملأ كل المؤمنين، ويعطي نعمة وقوة للجميع. ربنا يبارك في هذه الكلمات. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة بنعمة ربنا هيبتدي صوم الآباء الرسل، كلنا نصوم من أجل الروح القدس. ده صوم الروح القدس، ده صوم الخدمة، وده صوم الكرازة، ولازم كلنا نصوم عشان خاطر حياتنا وبيوتنا وبلدنا مصر والعالم كله انه يعرف ربنا. فضلوا نصلي نختم. امين الليل يا ذوك سابقيك ايوك يا ابن اباتي كننقاي ونعم ذنوية والنقاي مجيه وبنجاي اموني موام بيارو معني بكنين انتكيريني وينزتن بيك لا وستن مونوان اينان كريب كير يبلغ سنة من المولد مولد سمدن يكون يولو بإذمو بيخريستوس بالنوتي أمين أسجابي. يا ملك السلام أعطنا سلامك، قر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بقولنا جميعا يا أبانا أبان الذي بالسماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، كفى فنعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك ملك القوة والمجد لابد امين. ان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم ومع روحك ايضا.